اسالك سؤال وجاوبني بصراحه شويه. اداره السكاوتنج بقياده او برئاسه الكابتن هاني رمزي، الحقيقه قصه اسامه ابو علي دي تشفع لهم لفتره ليست بالقصيره يعني. لكن في نفس الوقت جماهير الاهلي اتبسطت جدا لما لقوا 3 لعيبه اجانب لما سافروا بره، ما اعرفش كان في غانا وفين، وبعدين عادوا ب3 لاعبين، والكل توقع ان الاولاد دول هنشوف حد منهم. في النهايه اكتشفنا انه كلهم طلعوا اعارات وما لهمش تواجد في النادي الاهلي. هل ده فشل لهذه التجربه؟ ومفيش مانع على فكره انها تفشل، انت تجيب لعيبه صغيره ما يطلعوش عند المستوى، لكنه هل ده بيحبط شويه، بيخلي الفكره ما تستمرش؟ وايه دور اداره السكاوتنج دلوقتي؟ هي برضه تحت اداره دلوقتي الكابتن محمد رمضان. لا هو بيدير، هي تحت اداره كابتن محمد رمضان بس. يعني رئيس الكابتن هاني رمزي. نعم. مظبوط. خلينا ابتدي من اخر السؤال. ايه دور اداره السكاوتنج؟ اداره السكاوتنج هي دورها ان هي بتدور على اللعيبه البوتنشال اللي انت ممكن تتعاقد معاهم في اسواق ينفع تتعاقد معاه. يعني انا مش هدور قوي في اوروبا لان انا صعب اتعاقد مع لعيب من اوروبا، انا بديك امثله يعني. بسبب المقابل المادي طبع. لكن بدور في افريقيا، في شمال افريقيا، بدور في الاماكن اللي انا ينفع اشتري منها. وبيعمل فايل لكل لعيب، هو ارقامه ايه، سنه، اصاباته، التنقلات بتاعته احسن ولا اوحش على مستوى الانديه، يعني بياخد خطوات اعلى في التنقلات ولا اقل، حتى العقوبات بتاعته في الانديه بتاعته، عنده مشكله او غرامات او ولا لا، بحيث لما يجي شكل ريبورت موحد في اسماء لعيبه مختلفين. يعني انت يجي لك 10 ريبورتس نفس الشكل بالظبط بس الاسماء مختلفه، فانت بتبص على اللي انت عاوز تبص عليه وتبدا تختار احتياجاتك بناء على اللي متقدم لك، او ممكن كرؤيه فنيه. طيب ان انت تقول مش عارف. خلينا نرجع للتجربه الفاشله بتاعت ال3 لعيبه الافارقه. حصل انه زي ما حضرتك قلت يا كابتن، اما بتبتدي خطوه جديده فيها احتمالات نجاح واحتمالات عدم نجاح، وان انت بتعدل في التجربه لحد ما تنجح. نعم. حصل ان احنا جبنا لعيبه بناء على رؤيه السكاوتنج. لما جم القطاع كان في اعتقد واحد منهم اللي قالوا ان هو مميز شويه كرؤيه قطاع بقى. نعم. في الاخر صحيح. لكن طلعوا اعارات. عشان نقول ان التجربه فاشله من وجهه نظر، عشان توصف تجربه بالفشل هيبقى الدفع فيهم فلوس كتير وبنيت عليهم حاجه وما تعاقدتش مع لعيبه بديله عشان انت معتمد على ان انت جايب دول، وكل ده ما حصلش. فما اقدرش اقول على التجربه فاشله، فالتجربه تحتاج الى قليله اللي مدفوعه جدا يعني، كلام فارغ يعني. لكن تجربه تحتاج الى تعديل عشان تقدر توصل منها النتيجه. طيب حاسس انه اداره سكاوتنج كانت فكره جيده ولا فكره غير جيده؟ 100% 100% 100% 100% انه بيوفر لك مجهود كبير جدا جدا جدا. انت النهارده في ظل ضغط المباريات بتاعك يا كابتن، وضغط الشغل في اداره بحجم اداره النادي الاهلي، عشان تقعد تتفرج على لعيب وتقطع فيديو وتعمل ويجي لك وتشوف وبتاع، انت في ناس دي شغلتها. نعم. وناس بروفيشنال في شغلتها، وناس عارفه هي بتختار بناء على ايه، وعارفه احتياجات المدرب ايه ولجنه التخطيط ايه، فبيديله الخلاصه بتاعه التدوير، فبيوفر عليه وقت كبير جدا.